السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا نعمل حاجة اوفر من الوافل وطعمها جميل وموجودة مش صعبة. انا جبت 2 كايزر وشوكولاتة. الشوكولاتة دي ب10 وال2 كايزر ب5، 15 جنيه. عملت 2 وافل، او مش وافل، زي الوافل. فتحت الكايزر من النص وحطيت فيه نص شوكولاتة. ممكن ما ننساش اللايك والاشتراك للقناة، وبسخن التويستر. ولو مش موجود، على طاسة على النار نسخنها او جريل ونضغط بيها بأي غطاء او بأي حاجة. سهلة مش صعبة. وهحط النص التاني في التاني. وما ننساش نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نفتح بقى ونحط الكايزر ونضغط عليه ونقفله. خمس دقايق ونطلعه. بص، وشه وظهره الاتنين احلى من بعض. يلا نستغفر. استغفر الله العلي العظيم ونتوب اليه. وما ننساش اللايك والاشتراك. وعندي صوص بقى الشوكولاتة، خدت واحد وحطيت عليه الصوص. والله هو بسيط بس طعمه كان جميل. بصوا شكله، علشان هو سخن وصوص نزل ساح عليه كده. الشكل والطعم كانوا احلى من بعض. حاجة حلوة وسهلة وما خدتش اكتر من 5 دقايق. بصوا من جوه، لا ما شاء الله كان جميل بجد. ولو وصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك ودعوة حلوة من قلبكم. نيجي على التاني اللي محطناش عليه صوص. بصوا الشوكولاتة اللي بالبندق طالعة منه كده جميلة. وبألف هنا واشوفكوا على خير.